السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم خواتاتي؟ هايا، الحمد لله. الفيديو اليوم عندنا تكملة لأنواع الرقابات. عندنا اليوم باترون أساسي، يعني لاباز تاع البدعية تاعنا، باترون أساس. كما تعرفوا، نفترض أن هذا القماش تاعنا راه مطوي هنا، الجهة المغلقة مطوي على اثنين، وهذه الجهة مفتوحة. كيفاش ناخذ المقاسات؟ والمقاسات تختلف من مرة الأخرى، كاينه اللي ضعيفه، كاينه المتوسطه، وكاينه اللي بادنا. نبدو الان على بركه الله، ما نسوش نصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فتحه الرقبه 7 سنتيمتر، كتبوا 7 سنتيمتر. ايضا هنا 7 سنتيمتر، يعني 4 صباع هاك وربع صباع هاك. ونديرو قوس تاعنا عشوائي هكذا، ومن هنا لهنا 12 سنتيمتر. الكتفين عندنا 12 سنتيمتر، ولا تدو 19 عرض الكتفين. نعينو 7 للرقبة و 12 سنتيمتر لخط الكتفين. ننزلو من نقطة الكتف لخط الصدر. عندنا هنا خط الصدر ب22، ويختلف من المرأة الأخرى، من 22 حتى 23 حتى 24، خاش كاين المرأة يكون عندها الصدر كبير. 22 سنتيمتر، ونعينو نقطة. باش نديرو حردس الإبط، نعينو حردس الإبط. عينا هنا النقطة. نجيو الان هذا الصدر، نجيو نديرو دورة الصدر، نكتبها لكم هنا. الصدر، دورة الصدر، بطبيعة الحال عندنا المانكا نقيسو لها الدورة تاعها تحت الصدر. هنا تحصلوا على 88 سنتيمتر، هذه 88 سنتيمتر نقسموها على 4 عشان تحصلوا على 22. 22 سنتيمتر نزيدوها 4 سنتيمتر، نتحصلوا على 26 سنتيمتر. هنا عندنا نكتبها لكم 22 سنتيمتر، نزيدوها 4 سنتيمتر، نتحصلوا على 26 سنتيمتر. النقطة جينا هنا، غادي نربطوها. هنا عندنا 26 سنتيمتر. نجيو لهنا، من هبطنا منتصف 22 هي 11، نعينو 11، ها هي النقطة 11 سنتيمتر. ندخلو هنا لهنا ب4 سنتيمتر، ونعينو نقطة باش نديرو حفظ الإبط. 4 سنتيمتر. شان ديرو دروك؟ غادي نربطو النقاط هنا مع هادي مع هادي باش نشكلو حردة الإبط. لاحظوا، غادي نشوفو نزلو هنا، نعينو هذا الخط، نرسمو هذا الخط، شوفو هكا. لهنا يعني هكذا نتحصلوا على حردس الإبط. الان شنو نديروا؟ ننزلوا للخصر. من النقطه هذه 22 ننزلوا ب
بعشرين سنتيمتر. جينا هنا جينا هنا هنا نكتب لكم الخصر باش تعرف. لاحظوا عينكم الخط هذا المتقطع معناته دورة الخصر. دوكم فهمكم كيفاه. لاحظوا من هنا لهنا ننزلوا بعشرين سنتيمتر. غادي نكتبها لكم هنا هاهي هنا عليه. تختلف من الطويلة الطويلة والمتوسطة والقصيرة. عندنا الطويلة ننزلوا بعشرين سنتيمتر، أما المتوسطة ننزلوا بثمنطاش سنتيمتر والقصيرة بستاش سنتيمتر. نجيو للنقطة هذه عند الأبد. دائما هنا عندنا 26 دائما ناقص واحد. علاش؟ خاش كون نديرو بنفس القياس هذا غادي يجينا الخصر هنا يجينا محلول بزاف. اما ليش نديرو نقصو بواحد سنتيمتر ترجع لنا 25 سنتيمتر. هنا 25 سنتيمتر. وكان نخلو نفس القياس 26 غادي يجينا هنا خارج وتجينا البدعيه عريضه. عفوا اخواتي هنا غلطت في القياس 25 سنتيمتر. جينا هنا غادي ندخلو هنا بواحد سنتيمتر غادي نربطو. نربطو هذا هو اللي نخدمو به. هذا اللي وهذا لا. الان غادي نجو للحوض. للحوض غادي ننزلو من هنا لهنا بعشرين سنتيمتر. يعني جينا النقطة هنا عشرين سنتيمتر. هنا نكتبو الحوض من هذه النقطة عشرين سنتيمتر باش نخرجو إيفازي من عندنا من أربعة سنتيمتر إلى عشرة سنتيمتر كما تحبو. من ربعة ستة سبعة كما تحبو. أنا غادي ناخد سبعة سنتيمتر هاي النقطة. غادي نوصل ما بين النقطة هذه والنقطة هذه. ومن النقطة هذه من الحوض الأسفل الباترون تاعنا غادي نخرجو إيفازي. جيبو المسطرة تاعنا كي نجيو هنا البنات كي نبغو نقطعو دايما ندخلو هاكا. شوف ما نديروش منكسر هاكا. لاحظوا البنات هنا الكتف ودرنا الصدر ودرنا الخصر ودرنا الحوض. هذا هو الباترون نتاعنا. غادي نوريكم هنا اخواتي غادي نشرح لكم هنا بالنسبه لفتحه العنق. كما عارفين باللي ندو فتحه الامام وجهه الخلف دائما نديرو 7 سنتيمتر وهنا 7 ونقصو. من بعد نفصلوا ما بين جهه الظهر وجهه الامام. جهه الامام دائما نهبطوا ب 20 سنتيمتر.
هاي النقطة في جهة الأمام، هنا غادي نفرق لكم ما بين فتحة الظهر وفتحة الأمام، لاحظوا وهنا دائما نجو نديرو هكذا. هذا هو اخواتي الباترون تاعنا، عفوا كي نجيو هنا عند الكتف غادي ننزلو بواحد سنتيمتر وواحد ونص سنتيمتر. هو الباترون تاعنا تحصلنا عليه، نجيبو القماش تاعنا ونحطوه عليه ونبدو نفصلو. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. ما ننساش المتتبعين الجدد ان اعجبهم الفيديو ما ينسوناش باللايك وضغط على الجرس ليصلهم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.